السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه presentations.ai، من الاسم هو بيعمل presentation باستخدام الذكاء الاصطناعي. في اكتر من طريقة، تمام؟ ممكن تقول له انا عايز ابدأ اديك برومت وانت تعمل لي البرزنتيشن كاملا، او ممكن يكون عندك انت ملف وورد اكسل تدهوله ويبدأ من خلاله وياخد العناوين الرئيسية ويبدأ يعمل لك البرزنتيشن. طيب خلينا نشوف ديت. بيقول لي انت عايز تكتب عن ايه، فتبدأ بقى تختار اي موضوع انت عايزه، تمام؟ اهوت، بس خلينا نكتب مثلا اسلامك بيلدينج، واقول له سبميت، تمام؟ ممكن تديله موقع، ممكن يعني بيسهل عليك على قدر الامكان. هو بقى بيبدا ياخد العنوان الرئيسي ويبدا يكتب لك الاهم النقاط، تمام؟ وبعد كده يبدا يعمل لك برزنتيشن. ممكن تختار الوان مختلفه عشان يعمل لك برزنتيشن. فبدا لما تبدا من الصفر، هو عمل لك الصور وعمل لك الكلام وعمل لك التكست وعمل لك حاجات كتير جدا زي ما انت شايف. عمل 12 برزنتيشن بالشكل دوت. كل عليك بقى ايه، لو في حاجه عايز تعدلها تدخل تعدل الكلام. فموقع جميل، هيوفر عليك وقت كتير ان شاء الله. زي تقدر تشغل مع اكتر من واحد، وكل الكلام ده من غير ما تسطب اي حاجه خالص. وتقدر تغير الزيمس زي ما انت عايز، تقدر تغير الشكل اللي موجود، ممكن تحط حركات، ممكن تحط كتابه زي ما انت عايز.